طبعا فقرتنا هلا كتير حلوة وكتير مهمة، كلنا عشناها بدون استثناء، فكيف الأهل بيقدروا يوفروا جو مناسب للراحة والصحة الغذائية أو الصحة النفسية؟ أكيد سلمى هو موضوع فقرتنا لليوم، هي الذكرى يلي مثل ما قلت كلنا عشناها. أكيد فرح، ضمن هي حالة التأهب القصوى اللي عم بعيشها طبعا التلاميذ حاليا، سواء طلاب التاسع البكالوريا مين ما كان بالامتحانات بهذا الوقت، بيخطر ببال الأهل كتير من الأسئلة، شو ممكن نتصرف حاليا، شو ممكن ناكل، شو ممكن نساوي، قديش ممكن الأغذية يكون لها حالة مفيدة، وقديش ممكن تساعد الطالب على الاستذكار بالفحص. طبعا هالمعلومات كلها رح تعرفنا عليها الدكتورة نور مانسترلي اللي جايبت لنا كثير شغلات، وانا من هلا من عند الصبح يلا نتعرف ونفطر سوا، شو رايك؟ يسعد صباحك. بونجور بونجور سلمى، بونجور فرح، صباح الخير، صباح النور. كيفك دكتورة؟ تمام الحمد لله، مشتاقة لكم. كيف الهمة لنعرف الشغل؟ كيف الهمة؟ من وين فينا نبلش؟ من وين فينا نبلش؟ أول شيء بنبلش من نقطة إنه أكيد هاي الفترة كلياتنا عشناها وفتنا بضغوطات حياتية، إنه بدنا نجيب علامات عالية وبدنا نرفع رأس أهلنا بهالنتائج ولازم تدرسوا. حياتك ومستقبلك متوقف على هالفحص 100% كبروفي وتاسع وبكالوريا. فالشيء اللي أنا بدي نوه عليه إنه نحن ما فينا نقول إنه هدول أطعمة هن بيعلوا من ذكاء طالب او هن سحر. ممكن تمام، ما فينا نقول سحر، هي لازم نكون مبلشين فيها من فتره زمنيه قبل، يعني نحن خلال هي السنه يعني شيء عم نحصده، بدنا شيء حصدناه بدنا نزرع، بدنا نحصده. تمام، جوعانه اكثر مني شكلي، انا نعسانه لسه. فالفكره وين؟ انه نحن لازم نبلش من بدايه السنه نهتم باكلنا بنظامنا الغذائي لحتى نوصل لفتره الامتحانات ونحن ما لنا مرهقين. كثير من الاشخاص او كثير من الاهالي ممكن انه يبدوا نهار اولادهم بشيء فيه كافيين او سكريات عاليه تماما، وهن ما بيعرفوا انه السكريات لما نحن بنتناولها على معده فاضيه فنحن بتعطينا طاقه بدائيه طاقه مؤقته بعدين تنسحب فورا بعد ساعة لنص من نص على ساعة من الجسم. هذا الشيء طبعا بيخلي الطالب يرجع يطلب اكل ويرجع يجوع وياكل كمان شيء. قد ايه بتصير معك هي الحالة كانت فرح بالاوقات العادية؟ يعني حتى نحن بنفيق بكير سواء في امتحانات او لا، بنفيق بكير، فاول شيء بنعمله بنشرب شيء فيه كافيين، بعد شوي بنبلش نحن بدنا نصحصح، بدنا نفوت على النهار خلص اذا شربت كثير كافيين، مثل ما قلنا انه نحن رح نقضي نهارنا كلياته بنشاط. دكتوره قد هذا الشيء غلط؟ اليوم الشهادتين الاعدادي او الثانوي هو الشيء مثل ما بنقول نحن ابدا ما فيه لعب، فنحن لازم نختار الاغذيه الصح، واللي ما لحق لحاله ببدايه العام كيف اليوم بيقدر يبدا نهاره باغذيه صحيه ويكمل على هذا الاساس. اهم شيء نبعد عن الكافيين، الكافيين نحن ككبار بيأذينا، فبيعمل لنا حاله ستريس، بيعمل لنا حاله توتر، ممكن يعمل لنا ارق وقلق. شو البديل نور؟ هلا نحن دائما خلينا نبدا نهارنا بكاسه عصير طبيعي وخصوصا عصير البردقان او الجزر. لما نحن بنشوف اي شيء لونه اورانج، هلا مثلا مثل هيدا البردقان، اي شيء فيه لونه اورانج هو فيه البيتا كاروتين يلي فيها فيتامين اي، الفيتامين اي كثير بفيدنا للنظر، بفيدنا للخلايا الدماغيه لحتى يصير عملها افضل. وين ممكن نلاقي البيتا كاروتين غير ممكن بالبردقان والجزر؟ كمان بالمشمش، كل شيء لونه اورانج فيه بيتا كاروتين، فهذا كمان بينشط لنا، يعني نشرب عصير الصبح افضل. تمام. في ناس بتقول لك انا بعاني مثلا من معدتي ما بقدر اشرب شيء حامض او يعني اكل شيء حامض، فينا نحلي بعسل. هلا ليه نحن لازم ناخذ، او فينا ناخذ فواكه، مش شرط كاسه عصير، بس ناخذ سكريات من مصدر، من مصادر جيده، يعني من العصائر، من الفواكه، ممكن من التمر او تين مجفف، مش مجفف، اي شيء من المجففات، لانه هدول السكريات تبعهم، الجلوكوز تبعهم بيمشي بالجسم. وانما اذا اخذنا اشياء دسمه مثلا حلويات شوكولا هيك، قلت لك بيعطي طاقه مؤقته بنفس الوقت عم تتذكري شكلك عم نتذكر شو بنعمل اختصاص الشوكولاته بتعطيكي طاقه مؤقته، اما العصير والفواكه بيعطوكي طاقه تقريبا لساعتين، بتنحرق ببطء اكثر 100%. الشغلة الثانية بدي نوه عليها، انه اثبتت دراسات انه الطالب ما بيقدر يبقى على الكتاب اكثر من 60 دقيقة.
فلا تفكروا يا اهالي انه اذا قاعد ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه عم يدرس هو عم يركز، ابدا. هو قدره الانسان الطالب على التركيز 60 دقيقه، لازم يعمل بريك بين كل 60 كل 60 دقيقه 10 دقائق خبر يطلع يتحرك. احلى خبر هذا. فمشان هيك لازم يشيكوا على اولادهم دائما. انا الصراحه لما بغض كنت على ماما وقت كنت عم بدرس بالتاسع او بالبكالوريا، بس غطى علي اكثر من ساعه تروح تستفقدني تلاقيني نايمه. في سحر بالكتاب وقت الواحد بيكون عم يدرس فجاه بينعس لانه بيجوع، لانه مجموعه كثير كبيره من المعلومات وضغط نفسي من المحيط والمجتمع، لازم تدرس لازم تجيب علامه، ومعلومات كثير كثيره مو بس ماده، يعني مواد كثير كبيره والمنهاج كثير كبير، فهذا الضغط النفسي بخليك يعني تهربي منه عن طريق النوم. الله يكون انا الصراحه كنت اهرب بس من النوم، الاكل لا، كنت مثلا لما كثير جوع اعمل صحن كثير كبير حط فيه خس، خيار، العجور كمان بيعطي شعور بالشبع وفي نسبه من المي والسوائل، وبنفس الوقت بيعطي يعني بيعطينا طاقه بنشطنا. كنت حط جانرك وحط ملفوف، يعني هدول كلهم شغلات اخضر، كل شيء لونه اخضر هو بيفيد بيعبي حديد كمان، تمام، بيعبي المعده وبنفس الوقت بيساهم بتحريك عمليه الهضم او بالحركه المعويه، لانه لما بصير عندنا ستريس فاجباري بدها تمسك الامعاء، فبصير عندنا اضطرابات بالحركه المعويه ممكن تؤدي لامساك شديد او انتفاخ بالبطن ومشاكل هضميه. عنده كولون، تمام، وهي المشاكل الصراحه مؤذيه لما الواحد يعني بيعاني منها، بس بتضغط على الحاله العقليه والمزاجيه، فبصير الشخص انه ما عاد قدران يدرس. هلا كمان بدنا ننتبه على شغله، انه نحن الجوز عنا اذا بنمسك الجوزه بنلاقي شكلها مثل شكل الدماغ. تمام، هي التلافيف، هي مثل تلافيف الدماغ، فلازم نعرف من هي الشغله انه الجوز هو للذاكره، فيه احماض امينيه وفيه دهون جدا مغذيه، فيه اوميجا 3، بالاضافه لهذا الشيء انه هو بحسن من خلايا الدماغ فبخلينا نركز اكثر ونحفظ المعلومه بشكل اسرع. كمان في الشوفان، بدنا دائما نلجا على وجبه الفطور، في كثير طلاب بيروحوا على الامتحانات هن مانن مقطعين وجبه الافطار، فلهيك كمان اثبتت الدراسات انه الاشخاص اللي بيجيبوا علامات كثير عاليه اللي بيكونوا بيفطروا تماما بيتناولوا وجبه الافطار، فهذا بيتراوح من 70 ل 90%، يعني هي دراسات عالميه، فنحن لازم نتناول وجبه الافطار ما لازم نقطعها، واهم شيء ناخذ النشويات من المصادر الجيده مثل الشوفان، يعني لازم تكون النشويات اللي بنتناولها من نشويات معقده من مثل غير معقده مثل الخبز الاسمر او الرز البني او الشوفان. طبعا هي المصادر بتعطيك شعور بالشبع، بتعبي المعده، بنفس الوقت اذا كنا نحن خلال الاشهر الماضيه مخبصين بالاكل واخذين شيبسات وشوكولا وهيك وكسبانين زياده وزن ودهون، فهو بينزل من نسبه الدهون وبيعطي شعور بالشبع مثل ما قلنا وبيعطي طاقه، لما بصير عندنا طاقه اكيد بنصير بندرس بطريقه افضل. هلا فينا عندنا عده طرق للشوفان، ممكن نضيف له حليب، بدنا ننتبه كمان حتى الحليب مشتقات الحليب نتناولها قليله الدسم او خاليه الدسم، لانه بتحتوي على كالسيوم اكثر وبتحتوي بنفس الوقت على دهون جيده نحن بحاجتها بالجسم، تعطينا شعور بالشبع. بدنا ننتبه كمان للقرفه، القرفه كمان كثير بتعطي طاقه وكثير بتحرق دهون، بنفس الوقت اذا ضفناها للليمون، ضفناها مع مي سخنه وليمون وعسل، هذا المشروب كمان بيعطينا طاقه وبيرفع لنا الشتاء بتدفي تماما. هلا بما انه فصل الصيف نحن ما فينا نكتر كثير قرفه لانه ممكن تعطينا شعور بالحراره تمام، ففينا نضيفها شوي ولو معلقه خلال النهار لانه هي بتعلي المقدرات الذهنيه عند الطالب. العسل، مين ما بيعرف فوائد العسل؟ العسل كثير له فوائد عظيمه الصراحه، فيه انتي اوكسيدنت، يعني هن مضادات الاكسده اللي بتحمينا من الجذور الحره، بيرفع مناعه الجسم، بيسهل عمليه الهضم، بنفس الوقت بيعطينا طاقه وبيعطينا سكريات طبيعيه ممكن انها تنشطنا خلال النهار. ممكن مسموح طبعا مو على الرايحه وجايه نروح ناكل عسل، يا عسل، أكيد. يا عسل كل عسل. بدنا يعني بدنا
نختار الوقت، بدنا نختار بدنا نختار الكميه صح انه نحن ناكل عسل على الريق، هذا شيء صح او ما بتفرق الاوقات يمكن اللي بناخذ فيها العسل؟ هلا شوفي شو قلنا، اول شيء كاسه عصير او قطعه فواكه، يعني نحن بدنا مصدر سكر طبيعي ليمدنا بالطاقه وانما بشكل طبيعي. ونفس الشيء العسل، معلقه عسل مثلا ممكن نتناولها مع كاسه مي سخنه وعصره ليمونه، هي دائما انا بحبها وبنصح الناس فيها انه كثير مهمه وبتسهل عمليه الهضم وترفع مناعه الجسم، فبصير عنا ما بنمرض ولا بنتمارض وقت الفحص. هلا بدنا ننتبه كمان بذور الشيا، هذا النوع من البذور اللي هو كثير مهم، فيه اوميجا 3، فيه نشويات جيده وبنفس الوقت كمان سهوله بيلتقى بال... هلا اكيد مو بسهوله، يعني شوف ملمسه هو ناعم وهيك وحبه صغيره، بس لما نحن بنضيفه للمي او بنضيفه للحليب او بنضيفه لللبن بتنفش وبتصير حبه كبيره، اكيد مو بسهوله ممكن تلتقى، فينا نستغني عنها بالشوفان، يعني دائما في بدائل سلمى، اذا ما لقينا ماده بنلاقي ماده ثانيه. هلا اكيد هذا مو شغلي، هذا شغل ماما دائما على صباحك ويخلي لك نور دائما. هي ماما هي اختراعات الدائمه من وقت ما كنا بالمدرسه. هذا الصحن دائما لازم يكون موجود بالبيت، يلي فيه لوز، جوز وزبيب نوعين، اشلاميه، شو ما بعرف شو بيقولوا لهم الشغلات، تمام. هلا اكيد ما بدنا نطلع بالصحن كله، بس لازم ناخذ مقدار حفنة. ايه؟ تمام، هذا مقدار الواحد وايده بقى. عن جد واحد وايده، انا ايدي صغيره للاسف، بس يعني كل واحد وايده كل ايدتين مع بعض. شو هي مو ايد كامله، هي حفنه، يعني حفنة. هي الدائره يلي بباطن لا فيها حتى دهون. هلا شايفه هي الكمشه الصغيره فيها فيتامينات واحماض امينيه ودهون كثير جيده، ممكن انه تقوي من مناعه جسمنا وبنفس الوقت تعطي قدره على التركيز بشكل افضل. ما بدنا ننسى كمان دور السمك، السمك بيحتوي على دهون جيده رائعه، بيحتوي على اوميجا 3، بنفس الوقت ممكن نستبدل عن السمك، يعني لانه نحن ما نروح ناكله بالاماكن اللي ممكن يتواجد فيها بشكل فريش، فينا نستبدله بالسردين وبالتون، اكيد تكون كقيمه غذائيه اقل من انه اذا اخذناه فريش، بس كمان هو بديل مناسب ومتوفر واقل تكلفه من تمام. السمك، بس طبعا لازم نتناوله بلا الزيوت اللي فيه لانه هي فيه مواد منا جيده او حافظه. الفليفله كمان، الفليفله والبردقان والليمون والكيوي الفريز، هدول بيحتوي على فيتامين سي كثير عالي، لهيك نحن لما بنتناول فيتامين سي بكميه كثير عاليه بصير عندنا نشاط، بصير بنقدر انه نركز اكثر، وبصير عندنا نشاط اكثر، على هيك بصير عندنا تركيز على الدراسه. شو بقي عندنا؟ في كثير شغلات، في شغلات بس مو كلها موجودين. كثير الاهل يمكن بيسالوا بالفتره هي انه صح انه التوتر او الضغط ممكن يخفض من القيم الغذائيه الموجوده باجسام الطلاب اليوم، لحتى نستعيد عنا بهي الماكولات او هي العناصر الغذائيه اللي عرضتيها. هلا شوفي، هي ما في شيء بيلغي دور شيء، بس اكيد الستريس هو مرض العصر، يعني الاكتئاب هو اغلب الناس نتيجه الاشياء اللي عم بتصير معنا ونتيجه المشاكل الحياتيه والضغوطات الحياتيه اكيد عم بتاثر علينا. هلا ممكن انه هو ياثر على مناعتنا بس ما ياثر على انقاص القيمه الغذائيه. هلا اهم شغله بدنا ننتبه لنرفع هرمون السعاده ونشرب شوي قبل خلال فتره الامتحانات، بدنا نختار المواد اللي بتحتوي على الاطعمه اللي بتحتوي على تريبتوفان. ماده التريبتوفان هي بتعلي من هرمون السعاده اللي هو السيروتونين. السيروتونين هو مادة حمض أميني بيعمل كناقل عصبي، لما بيشتغل كناقل عصبي فهو بيسرع أو بيحسن الحالة المزاجية وبيخلي عنا شعور بالرضا. من وين ممكن نحصل أو شو هي مصادر التريبتوفان أو شو هي الأغذية اللي ممكن ترفع لنا من السيروتونين اللي هو هرمون السعادة؟ الشوكولا. أكيد الشوكولا كلياتنا شيء، يعني اللي مدمن على الشوكولا صراحة كثير صعب إنه يطلع من هذا الإدمان. الشوكولا بيحتوي على، بس بدنا نختار الشوكولا اللي بيحتوي على كمية عالية من الكاكاو، هي الشوكولا المرة. تماما شوكولا المرة، بس هلا ما فينا نقول قد ما بدنا فينا ناكل منها، لأنه كمان تحتوي على دهون غير جيدة. الدهون الغير جيدة ممكن تجي من الزبدة، من السمنة، وكل شيء مقليات ووجبات سريعة وفاست فود.
هلا موجود بالشوكولا الزبده، بس اذا تناولناها مثلا ممكن كل يوم حبه صغيره ما بتاثر، ممكن تضبط لنا مزاجنا وبنفس الوقت بنكون ما اخذنا شيء كثير سيء. اذا الشخص اذا الطالب متعود ياكل كل يوم شوكولا وهذا البار الكبير ممكن يصير ياخذ نص وحده نص بار، او اذا كان متعود انه ياخذ نعم. قطعه كبيره في القطع الصغيره. نعم. هلا بدي اقول بس معلومه قبل ما سريعا لانه خلص وقتنا. فينا نحصل على السيروتونين من الدواجن اللي هي فيها نسبه عاليه كثير من البروتين مثل الدجاج اللحوم البيضاء، بترفع من هرمون الدوبامين والنور ابينفرين اللي بيرفعوا من قدرة التركيز والقدرة الدماغية عند الطالب، مثل ما قلنا الأسماك، فول الصويا كمان بيرفع من بيساعد على التركيز، المكسرات، بنفس الوقت المي، شرب المي كثير مهم لأنه أغلب أو 50% من الصداع اللي بيصير عند الطالب نتيجة نقص الماء أو التجفاف بالجسم. أكيد. ما بدنا ننسى الاستراحة بين كل ساعة وساعة، هي 10 دقائق مشي ولو نتحرك حركة بسيطة، هيك أكيد بنكون وصلنا للنتيجة اللي نحن عم نطمح لها. أكيد بدنا نشكرك دكتورة نور على كل المعلومات اللي بتفيدينا فيها، وإن شاء الله يا رب يكونوا كل الأهل استفادوا من معلوماتنا بفقرتنا الخاصة لليوم. أكيد فرح، لوين نروح هلا؟ أكيد أول شيء بدي أشكر الدكتورة نور، وثاني شيء بدي أتمنى التوفيق لكل الطلاب بالشهادتين التاسع والبكالوريا.